السلام عليكم متابعينا، عاملين ايه النهارده بقى يا جماعه؟ جاي اقتحمت القناه عندي محمد وعامل معاه تحدي على سندوتشات جايبينها من جاكس. طبعا جاكس هصنفره جاكس من جاكسن بوين بوين. يعني ياكل السندوتش ده؟ هروق عليه اللي ياكله يعني الاول، بس نفتح الاول ثواني بس ما تبقاش استعجالي. حلو شغال، انت تشيله كده زي ما هو. لا انا ظبطه هنيه هحنيه بالخله بكل حاجه، ها بالورق بكله. ده بيتاكل يعني المفروض ياكل بسرعه يعني؟ يعني بسرعه بتعني براحتك، اللي يخلص قبل التاني. اصبروا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بما اني بيخلص قبل التاني ايه يقول لك النبي عربي. النبي ايه؟ عربي. بسم الله. النبي عربي. النبي عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابشر. لا انا كده هاكل البلاستيك. ده خلص افريقياني. في العقاب اللي هيحدده المتابعين. قشطه. لا انا ما بحبش العقاب بتاع المتابعين. لا ما هم محدش بيسال فيه. هم اللي بيتفرجوا عليك، لازم هم اللي يحددوا لك عقابك. من دماغي انا عشان لما يجي يتحداني تلاقي لي عقاب شديد. طب انت اختار عقاب وهو يختار عقاب. اقول لك على حاجه، هتعملوا العقاب بعد ما تاكلوا دلوقتي، مش نستنى المتابعين. ما ده بيرتك على افضل؟ امال ايه؟ انا عارف. من كل حته. والبطاطس هتخلصها. والكوليسلو. نعم. كله هي الوجبه كلها. ما بحبش الكوليسلو. مش موضوع يبقى خسران. محمد ما بيحبش الكوليسترول على فكره طول عمره. هاكله. محدش قادر يدافعيني. يا اخوانا انا دافع ولا هقف جون. ده انا هجيب لك اكل بتجرحه. هو ده الساندوتش؟ قوم روح. حسن خش نام. تقريبا كده. محمد كل بالراحه عشان تعرف تنام. هو انت ولا لا؟ كده كده هو قدامه لسه بدري. ممكن يغفلني في ثانيه على شويه قشطه اشتغل. يفعل هدف في وحدته ولا حاجه. ممكن يفعل هدف في وحدته. خد مناديل من وراك. ماله؟ مناديل من وراك. الكارت اللي جنبك دي. باخده فاضي. أكيد مش هيخبي في الورقة. أهو. جبتها وقعت جبتها. لا أهو بس أستاهل. سلام. والله يا مان. اجيب لكم ميه. روحنا. طب قول لي بس هتعمل ايه في حسن بعد ما تاكل؟ ممكن خليها تشتكي. انا على عقاب عند المتابعين. نجيب لنا ميه. حاضر. نبلع. لما ليش نفسي اكل والسندوتش مش عندي كده. ولا تقول الجاي؟ انت عمال تلم حاجات دي في الفلاية. بص انا هسهلها لك. انت بقى بتحطين لي ازاز عشان تعطلين اخوك. لا 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 تتعطل. هسهلها لك. او مخش ايدي كده واستحمى على ما تخلص ربع سندوتش وعينيك. اهو ايه الخم ده؟ لسه في بطاطس والكروس لو. ايوه لا خلاص مش كمل التحدي. لا يلا انا جاهز. عشان ما يبقاش في حجج يا محمد. هلا؟ كتير قوي السندوتش.
انت بقى عايز ناكل الكولسلو والتحدي والبطاطس. هو عشان يخلص التحدي بس. محمد طب بعد ما تاكل هتعمل فيه ايه؟ تعاون طبعا. حصل لسه ما كملهوش. انا كسبان. لا والنبي. ايوه مش انت قلت انه هتعمل فيه ايه يا محمد؟ خلص بعد التاني. هتعمل فيه ايه؟ مش انت عامل التحدي ده على قناتك اللي يخلص بعد التاني؟ نعم يا حبيبي؟ ولا عبد؟ انا ما فتحتش بوقي. انا كنت بس ايه؟ ما كانت شغاله. جاي انفس. من هنا ورايح هتحط قدامي مين هنفس. حتى لو حطيته لافا. لا لافا لا. طب يلا شوفوا هتعاتبوا ازاي محمد. انا؟ اه. ما ايه رايك ناخد راي المتابعين؟ تزعل مني يا ابو لافا ولا نخلي المتابعين احسن؟ انا عن نفسي مش فارقه عشان طب دول المتابعين بتوعي. هعمل تحديات. متابعينك بقى فين بقى؟ مش هيقولوا لك حاجه؟ هحط لك الفيديو على المنتدى عشان المتابعين عندي على الاول. علقوا. لو بيحبوك خلونا نظبطك. لو ما بيحبكش هيقولوا لي كله هيقول لك سامح حسن. مين؟ كله هيقول لك سامح حسن. سامح حسن؟ خرجوا خروجه. سامح حسن ده يقرب لك يا سامح حسن ده. لا هيقول لك خرجوا خروجه. خرج مين؟ انا. يبقى انا عايز اللي يخرجني. بيقول لي خرجوا خروجه. المتابعين هيقولوا لك كده، يقول لك خرج بيسو خروجه. خرج بيسو خروجه؟ ايه ده هو الزمن ماشي بقفاه؟ خرجك حرام. ليه ما خفتش؟ كان تحدي عندي كنت انا كسبان والمتابعين قالوا لي خرجها. عشان انت كنت خسران. طب انا ممكن اقول لك على حاجه حسن. انا قلت عملت التحدي اللي انت عايزه اهو. يعني اقول لك على التحدي؟ قلت هاتله عملت ايه بس الحكم. انا بقى اخدك في القناه عندي اروقك في حاجات انا باخدها. طب انا كل واحد يقول حكم ومتابعين تختار انا واحد يتنفذ. ماشي. احكم انت بحكم وهو بحكم. ده اجهده ولا يعمل لي حاجه ولا اي حاجه انا عايزها؟ براحتك. هيبين ولا نتكلم؟ براحتك. لا انت نتبي ولا نظبط؟ انا عن نفسي اي عقاب بنفذه والمتابعين عارفين. عشان لما اجي اقوم قفشك وكده واقول لك عقاب تعمله. انا ممكن طب انا هقول لك عقابي؟ ممكن اخليك تكسب دكاتك في الشارع. عقاب انا؟ تشرب 3 لتر ميه، قاعدين تغسل الكلى بالمره. يلا. 3 لتر ميه وتغسل الكلى بالمره تغسلها. تفهم فيها بقى. لا انت خليته مسح التكاتك في الشارع. لا تكاتك مين؟ او ينزل يشحت. لا 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 ده الكلام ده قريب، انا اخليه يعمل عربيه خضار ويبيع عليها، يبيع ملوخيه. يجيب برسيم ويبيعه على سن هو ملوخيه للناس بس واحده واحده. وقفوا تحت عربيه عم صلاح يقبض العم صلاح شويه. لا عادي عم صلاح عادي ده. لا لا بص بص 3 لتر ميه. متابعين تختار بعد اذنك يعني متابعين اللي تحددوا لي العقوب. شفت خاف مني؟ لا انا بحترم رايك. طب خلاص خلاص يا جماعه كده انتوا اختاروا العقاب وانا كمان احطه عندي في المنتدى. طب سؤال ومتابعين صدفه يحددوا. لو انت كنت هتكسب لو انت كسبت يا حسن. ايه ده احنا ما حليناش صدقوا عيب عليكم. ايه ده؟ ايه الحلويات دي؟ ايه ده؟ يعني انت كده اكلي انا وماما. امك مين؟ انت عاملين انت برجر وبتاع وبطاطس بس؟ يلا عيب. انت بقول يا حسن لو انت كنت كسبت كنت هتحكم عليا ايه؟ كنت هسامحك لوجه الله. لا مفيش الكلام ده. كذاب على فكره. انا معاك انا هيسلخني. ما بيحلش. ممكن يخليك تمسح السلم. عادي. ما يهونش عليا. اقول لك على حاجه اقسم بالله مره كنت انا عقاب انا وهو خلاني غسلت له الجزم بتاعته في البانيو. فاكر الجزم بتاعت البانيو؟ لا انا مش عايز اديله حاجه عشان ما يزعلش مني. طب خلاص ما تروحوا ما تختاروا. اختاروا بقى انتوا يا ناس وقولوا يلا. هارد لك بيسو بابا. متابعين بقى في اختاره. السلام عليكم الى اللقاء في عظمه جديده.